وفي رسالة بولس إلى أهل روميا لكنيسة روميا بيتكلم عن طبعا آدم بالخطية أو بآدم دخلت الخطية وبالمسيح طبعا دخلت أو الحياة. وهنا أنا عاوز نبتدي لما بيقولوا لا ما هو يعني المسيح مثله كمثل آدم. Is it really حقا أنه مثله مثل آدم؟ فخلينا نشوف إيش المسيح بيختلف عن آدم وبعدين ممكن نفوت للمشابهة بينه وبين آدم. يعني بداية أقول آدم مخلوق، المسيح خالق. آدم مخلوق من تراب الأرض، من تراب الأرض، ودي المشابهة المفارقة الثانية. والمسيح سماوي، الرب من السماء، ملوش علاقة بتراب الأرض. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، كما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. يوحنا المعمدان قال برضو نفس الفكرة، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. الحاجة الثانية أن آدم أدخل الخطية، ماذا فعل المسيح؟ هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ففي واحد دخل الخطية إلى العالم بإنسان واحد، دخلت الخطية إلى العالم. والمسيح دخل الخطية برضو؟ لا، المسيح رفع الخطية. يبقى إذن هنا مش مشابهة، مش كمثل آدم، لكن هنا اختلاف عن آدم.